كمان هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني حرص على الاجتماع باللعيبه بعد ما اعلن قائمه 23 لاعب النهائيه اللي هيشارك او لا تشارك في المونديال، وطلب من اللعيبه المستبعده ان هي تكون استفادت من التجربه الحاليه والاعداد من دلوقتي عشان تكون موجوده ان شاء الله مع المنتخب الوطني في كاس العالم اللي جاي 2022. هكتور كوبر قال في كلمته للعيبه ان هو عارف شعورهم دلوقتي عامل ازاي بالابتعاد عن المشاركه في المونديال، لكن برضو هو كان مطالب بقائمه معينه وطلب منهم ان هم يلتمسوا له العذر.